السلام عليكم، شلون اشتغلكم؟ مقطع جديد من لعبة راست، او بالاحرى اليوم مو لعبة راست شي، اليوم الفيديو تعليمي والسلسلة التعليمية من راست. طبعا اكو سكنات مجانية انا حصلتها. ثواني اخذ راح البروفايل مالتي، ثواني سكنات حصلتها بكمية كلش هاي، كل من سكنات بلاش، هاي الاسلحة الابواب الملابس من غير اللي بعد ما اخذتهم واللي فاتني بالاحرى. المجموعة الثانية هذا الدبل هامر، عندك هذي هاي الباب، خلك الباب هاي الباب. المهم اذا اريد نحصل هاي السكنات كلها بلاش، فراست حاليا مسوية عروض على تويتش، على مشاهدات تويتش. كل ما تشاهد تويتش اكثر اللاعبين راست معينين راح تجيك سكنات مجانية. اول شي نكتب تويتش، تويتش راست دوت فيس بوك دوت كوم، او بس تكتب تويتش راست، بس هيك تويتش راست راح تطلع لك راست تويتش. لا مو هاي، عفوا دروبس، تويتش راست دروبس. تجي هنا لهاي الصفحة اللي هي نفسيتها هاي، تطبيق جيت ستارت. مجرد انه تسوي لوجن تفتح الحساب مالتك بالتويتش. طبعا انا مسجل قبل فعد حساب، راح اصير احطي موافقة، راح اربطه هنا أنا. بنفس الوقت تطيب بعدين تربط الاكونت مال ستيم مالتك وياه، ما راح تربط اثنين عاتين. شو راح يساعدك؟ راح يربطن. هسه راح تفتح لك هاي النافذة اللي راح تشوف بيها السكنات المجانية تقدر تاخذهن عندك. هسه من تجي هنا تشوف من الاونلاين عندك، نفترض انه هذا اس، ندخل عليه. مجرد انه تدخل هنا تبدأ تشاهد، تنتظر شوية. طبعا كل ساعتين مشاهدة للسكين، ساعتين مشاهدة كل 2 hours تاخذ السكين. هسه ايش عندك هنا؟ ها بدينا نشاهده. تجي تعطي فيو ديتيلز، تروح الانفنتوري مالتك. هسه انا عندي هذين اللي مو مكمل، الاي كي شادو فراكس، وهذين اللي ماخذهن اني كلهن. بنفس الوقت هذين كل اسبوع تنزل مجموعة جديدة. ها المعلومة، هذا الستيم مالتي مسوي له رابط اني. شوف اقدر اعطي لينك، ما اقدر اربط بعد يعني ارفضه، افصل الحساب واقدر اسوي لوج اوت. بنفس الوقت هسه عندنا تراوزي، وعندنا شادو فراكس، عندنا بيتشيلز، هم لهذا يعني لها الاسبوع لهم، الاسبوع الجاي اللي وراهم، وبهكذا ترتيب. كل اسبوع عندك اكثر من 12 سكين ينزل لي. عندك 3 هنا، وينهم؟ عندك هاد واحد اثنين. اكو شغلات تجي من الشركة 6 ساعات من الشركة، وتبقى البقية على ذول اللي تشاهدهم. فهسه شد رجع لازم هسه هذا اجي هنا بالدروبز، اجت الباب هنا صارت 2 ساعة. فهذا كان شرح اليوم، واتمنى استفادتوا من عده. وهو شي بسيط بس مجرد انه مثل ما تعلمت اخذ سكنات مجانية، حبيت افيد متابعيني وخليهم يحصلون سكنات. وشي والله حلوات السكنات يعني ونسة، بس ها بنفس الوقت انه هاي السكنات ما تقدر لا تبيعها لا تحولها لاي حساب. مجرد تاخذها تصير بحسابك وخلص. عندك الصخرة انا ماخذها، الساتل شارج، الروك لانشر، والله الروك لانشر كلش عاجبني. ما مكتوب عليه شوف سواليف كذا، كلش حلو. فلهنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى استفادتوا من الشرح. نلتقي ان شاء الله. العفو ترى احنا لسه انا قاعدين نبث على الفيسبوك، فاللي ما يدري خليه يدري. فليش اصلا نهاية المقطع، تسوي لايك سبسكرايب، وتجون الفيسبوك للبث المباشر، دم بث يومية في مولا.